للحديث عن تصريحات الرئيس الفرنسي ضد الجزائر ودلالات توقيت الأزمة وتداعياتها، معنا من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الجزائري إدريس ربوح. أهلا بك أستاذ إدريس معنا. يعني بداية، ماكرون ينكر وجود أزمة أو أمة جزائرية، ينكر وجود الأمة الجزائرية قبل الاحتلال الفرنسي. السؤال هنا، لماذا مثل هذه التصريحات في هذا التوقيت بالذات؟ ما الرسالة المباشرة التي يود ماكرون إيصالها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحية لك ولكل مشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك. ماكرون لا يتحرك بمعزل عن حراك في الحوض الغربي للمتوسط. نعم. عندما نتحدث عن هذا الحراك، هو حراك موجه ضد الجزائر، هو حراك اجتمعت فيه عدة إرادات إقليمية ودولية لمحاصرة الجزائر، وبالتالي هو ضمن هذا الحراك الذي عاصمته الكيان الصهيوني وأطرافه في باريس والرباط. بمعنى هو الآن يأتي في المرحلة الثانية بعد تحرك الرباط وارتباطها بتل أبيب وبالكيان الصهيوني، يأتي دور وانتهاء دوره وعدم استطاعتها مقاومة أو الوقوف أمام التفوق الجزائري. يأتي الآن دور الأخ الأكبر للكارتل الصهيوني وهو باريس، وباريس وبالتحديد مع ماكرون. ماكرون يقوم بهذا الدور حيث جمع مجموعة من الشباب الجزائريين أو ذوي الأصول الجزائرية، وأغلبهم من أبناء خونة الجزائر، ما نسميه في الجزائر بالحركة الحركة والقومية، وهم الذين تخلوا عن الثورة الجزائرية بل حاربوها مع فرنسا، واجتمع مع أحفادهم ليوصل رسالات خطيرة. هذه الرسالات وفصلها التقرير، لكن أهم شيء فيها وهو أنه أنكر جرائم فرنسا، فكان الرد السريع من الرئاسة الجزائرية حيث بينت بأن تاريخ المقاومة الجزائرية من 1830 إلى 1962 هو نتيجته وضريبته 5,630,000 شهيد جزائري. نعم. وأنهم أمة جزائرية، سيد إدريس، أمة راسخة، وهي الأمة التي التي كانت تقرض فرنسا في قبل 1830 وكانت تسود الحوض الغربي. يبدو أن فرنسا انزعجت من الدور وعودت الجزائر إلى الحوض الغربي كما كانت في القرن التاسع عشر قبيل احتلال الجزائر عندما كانت سيد إدريس. لكن ألا ترى أن تصريحات ماكرون يعني لا تنطوي على مكاسب شخصية له بشكل مباشر، لا سيما مع أخبار تتحدث عن سحب السفير الجزائري من باريس، وكذلك قرار منع الطائرات العسكرية الفرنسية التي تقوم بمهام في بلدان الساحل الأفريقي من التحليق في أجواء الجزائر؟ تفضل. بمعنى هذا هو، بمعنى هو لا، العاقل لا يقوم بهذه الادوار، لا يقوم بهذه الادوار ويخسر، وبالتالي المشروع هو ضرب الجزائر ومحاصرتها. انا قلت انه مركز القياده موجود في تل ابيب عند الصهاينه، والتنفيذ في باريس والرباط. الهدف هو ضرب اخر حصن من حصون البلاد العربيه والاسلاميه الذي يقاوم المشروع الصهيوني، يتوسع المشروع الصهيوني. القضيه ليست علاقات جزائريه فرنسيه معزوله، وانما هو ضغط متواصل على الجزائر. الجزائر التي استطاعت أن تبرهن أنها تملك القوة العسكرية في الحوض الغربي بالمناورات التي تمت منذ يومين أو ثلاثة في الغرب الجزائر، وأثبت قدرات وتفوق على المحيوار على جوارها الإفريقي وجوارها الأوروبي، وبالتالي استطاعت أن تحدث التوازن في الضفة الجنوبية المتوسط. نعلم أن البلدين الوحيدين الذين يملكان قدرات سلاح الغواصات هم الكيان الصهيوني والجزائر، وبالتالي الصهاينة لا يريدون الجزائر أن تكون بهذه القوة وبالتالي ماكرون ينفذ ذلك. وبمعنى إذا عزلنا الأمر فقط واعتبرناه شأن فرنسي، نجد الرجل، نقول أن الرجل مخبول، كأنه يعمل ضد نفسه، بل هو يعمل ضمن أجندة منظمة في هذا الاتجاه. دعنا نذهب إلى سؤال جديد سيد إدريس. يعني ما سر استمرار هذا التعنت والازدواجية من طرف باريس، لا سيما وأنها اعترفت سابقا بمسؤوليتها عن الإبادة في رواندا، وغضت الطرف عن جرائم ربما تتفوق على ما فعلتها في رواندا وحصلت على يد الجيش الجزائري أو على يد الجيش الفرنسي في الجزائر؟ هذه مشكلة فرنسا الأبدية، وهذه ولا يمكن أن تكون علاقات طبيعية بين الشعبين وبين الدولتين إلا بالاعتراف بهذه الجرائم منذ 1830 إلى 1962. نعم. فرنسا تراوغ وتراوغ كل مرة، لكن الآن عندما تحولت وأصبحت السلطة في الجزائر أكثر حزما وأكثر
طرحا للقضايا الذاكره بشكل اقوى، فرنسا تتراجع شيئا فشيئا. كانت فرنسا تعتقد ان بامكانها ان تفرض اجندتها على الجزائريين، لكن الجيل الجديد من القاده الجزائريين، الجيل الجديد من الذين يتبوؤون المناصب في الجزائر، يريدون تصفيه هذا الحساب التاريخي مع فرنسا بشكل نهائي، وبالتالي فرنسا ستاتي مذعنه للاعتراف بجرائمها في الجزائر شاءت ام ابت، بل يطالب الشعب الجزائري بتعويضات لما وقع لجزائريين ابان في القرن التاسع عشر وبدايه ونصف الاول من القرن العشرين. اذا فرنسا وهي في هبوطها وخريفها، خريف امبراطوريتها، بعد الضربه التي تلقتها في استراليا وبعد الضربه التي تلقاها في اكثر من مكان في الساحل وفي الصحراء، ستكون الضربه القاضيه لها عن طريق الجزائر. لماذا نقول ذلك؟ لانها وضعت مشروعا في سنة 1960 تخلت عن مستعمراتها الإفريقية مقابل الاحتفاظ بالجزائر، لكن مشروعها لم يتم ستكون نهايتها عن طريق الجزائر، وبالتالي نذهب إلى السؤال الأخير الآن سيد إدريس ربوح الكاتب والمحلل السياسي الجزائري. يعني هذا السلوك الفرنسي الرسمي اليوم إلى أي مدى بات غير مقبول على المستوى الدولي، وكيف سيؤثر على حظوظ ماكرون في أي جولة انتخابية قادمة؟ أحسن وصف لماكرون هو ما وصفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما قال لابد أن ينقل إلى مصحة عقلية، لأن تصرفاته لا تموت للسياسة بصلة، هو عار على السياسة الفرنسية. هذه السياسة التي كانت مدارس سواء من اليمين واليسار تسيرها، وكانت فيها جانب من الحكمة، لكن هو يمثل مرشح القوى المالية، مرشح القوى الصهيونية، وبالتالي الرجل يعتقد أن السياسة ومن وراء يعتقدون أنهم يمكن أن يتحكموا في العالم عن طريق النفوذ المالي والسيطرة المالية. أعتقد أن المجتمع الدولي لا يتقبل هذه الأمور ولا يتقبل هذا النوع من الأساس، وفرنسا دفعت الثمن غاليا وستدفع كما قلت منذ قليل، تدفع الثمن غاليا مع أكبر أسواقه وأكبر سوق لها وهو الجزائر، سيبدأ الانهيار مع السوق الجزائرية، ولقد شاهدنا جزء من بداية لهذا ذلك بالقرارات، قرارات غلق المجال الجوي الجزائري للطائرات الفرنسية نحو الساحل والصحراء، وسنرى تباعا مجموعة من القرارات في هذا الاتجاه التي تؤدي فرنسا وتحجمها إلى حجمها الطبيعي، وتعود دولة عادية من دول أوروبا ليس لها النفوذ الدولي المعتاد. من إسطنبول كنت معنا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي الجزائري إدريس ربوح، شكرا جزيلا لك.